السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتشرف بوجود الباشمهندسة ميرال معانا، ودي المحاضرة الثالثة الخاصة بالتطبيق تكنولوجيا الذكاء الصناعي والروبوتات في العمارة. باشمهندسة ميرال هي باحث ماجستير في تكنولوجيا البناء قسم العمارة كلية هندسة جامعة القاهرة، ومعيد في الـ HIET، وشاركت في ندوة مشروع القاهرة 2018. طبعا غنية عن التعريف، احنا دي تالت محاضرة في الورشة دي، وحتى لو حد ما كانش حضر المحاضرتين اللي فاتوا فيقدر يكون معانا ان شاء الله، وهيكون هيستفاد لان كل محاضرة ليها موضوع مستقل ان شاء الله. إن شاء الله. اتفضل يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس. الأول أحب أقول شكرا جدا إن أنا موجودة معاكم النهاردة، وإن أنا يعني طبعا طبعا أكيد طبعا أول حاجة شكر باشمهندس عمر سليم على إن هو إداني الفرصة فعلا إن أنا أطلع معاكم هنا، إن أنا أبدأ إن أنا أقدم حاجة فعلا. باشمهندس مرار، حضرتك مشغلة الكاميرا ولا لأ؟ هو أنا المفروض مشغلاها بس مش بس عارفة. تقريبا في حاجة محطوطة على الكاميرا قافلة. لا هو أيوه مفيش حاجة. أيوه كده تمام تمام. كده، أيوه تمام. الأول طبعا بشكر باشمهندس عمر سليم على الفرصة الجميلة جدا ديت، يعني دي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا إن أنا أكون موجودة مع بيما ربيع مع باشمهندس عمر سليم هنا وبدي محاضرات، فدي حاجة يعني بالنسبة لي ما فيش أعلى من كده تقريبا. شكرا جدا لحضرتك باشمهندس عمر سليم في البداية، وأحب أشكر الناس الموجودة معايا واللي حضرت معايا الورشة من البداية واللي لسه حاضرة حتى معايا الورشة النهاردة. شكرا جدا ليكم إنكم حضرتوا معايا، وده شيء يساعدني جدا إن أنا بكون بقدم محاضرة مع بيم أرابيا ويحضر معايا ناس أكيد طبعا على قدر عالي من العلم والمعرفة. وأنا سعيدة جدا إن أنا أكون موجودة معاكم، وإن أنا انتهيت سنة 2020 معاكم وببدأ سنة 2021 معاكم في محاضرة جديدة، سنة جديدة. كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة الأعياد أعياد الأقدام. بقى نتكلم في المحاضرة بتاعتنا النهاردة، احنا دي تالت محاضرة زي ما باشمهندس عمر ما قال. المحاضرة الأولانية كنا بنتكلم عن الروبوتك فابريكيشن في الأركتكتشر، كنا بنتكلم عن الروبوتك فابريكيشن في الاركتكتشر واستخدام الروبوتس عامة في الكونستراكشن في الإنشاء. المحاضرة التانية اتكلمنا عن الـ AI والـ IoT والـ Smart City والـ Smart Building والـ Smart City والـ Smart Homes. المحاضرة التالتة بقى فهي الـ AI والـ Smart Building Material. ايه هي علاقة الـ AI بالـ Smart Building Material، وهنعرف الـ Smart Building Material هي بتبقى عبارة عن ايه، وبتتكون يعني المواد دي بتبقى عبارة عن ايه، واستخداماتها ازاي، وبستخدمها بعض التطبيقات بتاعتها واستخداماتها عندي في العمارة ازاي. نبدأ. بسم الله. ثانية واحدة. الأول نقول ال construction material development layout. ال construction material development layout، ال material بتاعت ال construction بدأت ازاي معايا من البداية. لما نيجي نشوف مثلا أيام زمان، أيام الإنسان البدائي خالص كان بيستخدم إيه؟ كان بيستخدم في البيت بتاعه اللي هو الكهف، اللي هو كان بيعمله من الحجر. بعدين بعد كده لما بدأت العمارة تتطور شوية، بدأوا إن هم يستخدموا طوب، بدأوا إن هم يستخدموا حاجات يعني ماتيريال كتيرة، إذا كان حطب لغاية لما وصلوا لغاية اللي هو الكونكريت، الخرسانة والستيل، المعدن. فهم في البداية درجوا من الحجر، راح على الطوب، راح على مواد كتيرة كده لغاية لما وصلوا للمعدن دلوقتي. بس دي traditional materials، دي مواد تقليدية، دي لسه يعني هي تطورت وتحدثت، بس في نفس الوقت هي المادة تقليدية، يعني ما بتقومش غير بدور واحد. فدي المادة بتاعتي، ده كان بداية المواد. بعدين بعد كده بدأ composite materials بدأ يظهر مواد جديدة نستخدمها معانا في construction زي البلاستيك والكربون فايبر والجلاس فايبر. بدأت مواد جديدة نعمل فيها
نستحدث مواد جديدة وبدأت إن إحنا نستخدمها وندخلها معانا في ال construction بتاعنا في العمارة. وبعدين عندنا ال sustainable materials، الماتيريال بقى المستدامة، زي إن إحنا بدأنا نتوجه شوية لإن إحنا عايزين نستخدم مواد مستدامة بيئيا، زي إن إحنا نستخدم أخشاب مثلا في ال construction بتاعنا. بعدين اتجهنا بعد كده لل future materials. ال future materials بقى بدأنا إن إحنا نستخدم نعمل أبحاث على المواد الماتيريالز، ده طبعا خاص بعلوم المواد، يعني ده حاجة تانية، علم تاني اللي هو علم المواد. بدأوا إن هم يعملوا أبحاث جديدة على المواد، لغاية لما بدأوا إن هم يعملوا smart material. يعني إيه smart material؟ يعني مادة ممكن تعملي تمتص مثلا الطاقة الشمسية مثلا وتطلع لي ضوء، أو مادة ممكن تمتص أي طاقة تانية، طاقة من الكيمياء مثلا، تفاعلات كيميائية وتطلع لي ضوء، ممكن مادة تحفظ شكل، ممكن مادة من ضغط تولد لي كهربا. بدأ يبقى فيه المادة بدأت ما عادش ليها استخدام واحد بس، أو ما عادش ليها خاصية واحدة بس، المادة بقى ليها أكتر خواص كتير، وبدأ يبقى ليها استخدامات كتير. فدي الـ future materials. يبقى احنا كده بدأنا من البداية، كان بدايتنا خالص في الماتيريال إن احنا بنستخدم construction material، مواد traditional material، مواد تقليدية عادية الموجودة عندنا في المتاحة معانا. بعدين بعد كده بدأ يبقى فيه composite materials، بدأنا إن احنا نعمل مركبات كده ونطلع مركبات جديدة ونعمل بيها material ونستخدمها كماتيريال. بعدين بعد كده اتجهنا لل sustainability، إن احنا نستخدم مواد من الطبيعة. بعدين بعد كده اتجهنا لل future materials، إن احنا نستخدم مواد ماهيش ضارة بالطبيعة، وفي نفس الوقت المواد دي أقدر إن أنا أوفر بيها استهلاك طاقة أو تساعدني في تكيفية المبنى أكتر. نيجي نقوله الـ material rule في الديزاين. أنا لما باجي أعمل ديزاين، ديزاين لمبنى أو ديزاين ل ديزاين لمبنى أو ديزاين ل لأي مشروع عندي، فأنا عايز أعمل ديزاين للمشروع ده، هعمله إزاي؟ هفكر إزاي في المشروع بتاعي؟ بيبقى عندي فيه شوية حاجات أنا ببدأ إن أنا بفكر فيها، زي أول حاجة مثلا الـ user requirements، اللي هو متطلبات المستخدم، أنا الفراغ ده هستخدمه إزاي، أو أنا هعوز أحقق فيه متطلبات إيه بالظبط. بعدين بعد كده نيجي نشوف مثلا الـ physical context، المحتوى بتاعي بتاع الفراغ ده هيبقى إيه، هيبقى المحتويات الموجودة فيه إيه، أو هيبقى المحتوى بتاعه عامة إيه، استخدامه المحتوى بتاعه إيه. وبعدين الـ spatial arrangements، الترتيبات الفراغية، هو أو الاحتياجات الترتيبات المكانية أو الـ spatial arrangements، أنا المفروض إن أنا يعني هحتاج فيه إيه، أو هيبقى إيه اللي موجود فيه. وبعدين بعد كده الـ environment، الطبيعة اللي موجودة حواليا، هي الطبيعة ديت أنا هستغلها في إيه، أو هستخدمها في إيه، ممكن أستغلها في حاجة، ممكن أطلع منها material معينة. وبعدين بعد كده أشوف الـ materials، الـ materials بقت من الحاجات المهمة اللي موجودة عندي، اللي أنا لازم أحطها دايما في حسباني وانا بعمل اي تصميم. لما كان في البدايه كنا بنستخدم traditional materials، كان الموضوع بالنسبه لي سهل، انا مش بحط في دماغي، انا ببني البيت وعارف ان انا هبنيه من الطوب او هبني البيت ده من الستيل. انما لما ظهرت السمارت ماتيريال بقى انا لازم احط في حسباني كويس قوي الماتيريال اللي انا هستخدمها، الماتيريال دي هتحقق معايا، هقدر ان انا استغل منها طاقه، هتقدر ان هي توفر لي، تعمل لي تكيفيه للمبنى، توفر طاقه، توفر حراره، توفر أي شكل من أشكال الطاقة الموجودة عندي، أو تساعدني أكتر في المبنى. فده لازم أحطه معايا في الحسبان من أول تصميم من أول تصميم الديزاين بتاعي بتاع المبنى. بس أنا لما باجي أخد في حسباني الكلام ده كله وأعمل العمليات بتاعتي التصميمية، وأبدأ إن أنا أفكر في العمليات بتاعتي، هيطلع معايا في الآخر الفورم، أو الفورم الشكل اللي أنا عايز أطلعه، أو الشكل النهائي المنتج بتاعي هيبقى شكله عامل إزاي. معلش ثواني. متطلبات النيو ماتيريال ريكويرمنتس، متطلبات المواد الجديده. انا لما اجي ابقى عندي ماده جديده وعايزه ادخلها عندي في الكونستراكشن، فانا بيبقى فيه شويه او متطلبات انا لازم الماده دي تكون بتحققها علشان خاطر اعرف ان انا استخدمها عندي في الكونستراكشن. مش اي ماده هقدر ان انا استخدمها عندي في الكونستراكشن، لازم يبقى فيه متطلبات معينه، لازم تحقق درجه معينه انا محتاجها من يعني لازم تحقق درجه معينه او قدر معين من المتطلبات انا عايزاه. طيب عندي مثلا زي الميكانيكال كاركترستكس، الميكانيكال كاركترستكس زي مثلا التصنيع،
الماتيريال دي التصنيع بتاعها بياخد وقت قد ايه مثلا، او اي ميكانيكال كاركترستكس فيها، اذا كانت كيفيه عملها او التصنيع بتاعها. مانوفاكتشرنج بروبرتيز، الميكانيكال كاركترستكس زي مثلا الخواص الميكانيكيه بتاعتها، زي الانضغاط، زي التمدد، الانكماش، الكلام ده كله. المانوفاكتشرنج بروبرتيز زي التصنيع بتاعها، خواص التصنيع بتاعها، هي بتتصنع من ماتيريال ايه، هي الماتيريال دي هحتاج ان انا استوردها، ولا الماتيريال دي هي موجوده عندي وانا بالفعل هي متوفره اقدر ان انا اعمل لها مانوفاكتشر عادي. الايكونوميك كريتيريا زي التكلفه، التكلفة زي مثلا لو الماتيريال دي انا اللي هي اللي هيتصنع منها الماتيريال دي، لو هي هتستورد فالماتيريال دي اقدر، المفروض لو هي هتستورد هتزود عندي التكلفة، لان انا هستورد مواد جديدة من بره علشان خاطر هيبقى سعر المادة، وهيبقى عندي كمان سعر المادة وتكلفة النقل، تكلفة العمالة اللي بتنقل، فده كله هيزود عندي التكلفة بتاعة المادة نفسها، هيزود اللي هو المادة اللي انا هاخدها عشان خاطر اصنعها، فده في النهاية هيزود عندي ال economic او cost بتاع المادة النهائية. ال environmental characteristics، السمات الطبيعية بتاعة المادة دي، هي هتضر بالبيئة بتاعتي، يعني انا لما هحطها في المبنى هيبقى ضررها اكتر من فايدتها، ولا فايدتها هي اللي هتبقى اكتر. ال sustainable development criteria، الاستدامة، ان المادة دي لازم تحقق خواص الاستدامة، زي مثلا ان هي تكون معادة تدوير، ان انا اقدر ان انا اعملها اعادة تدوير تاني من اول وجديد، او اعادة استخدام تاني من اول وجديد، مش مجرد مادة استخدمت وخلاص اول ما المبنى وقع، او اول ما المادة دي ما باظت معايا فخلاص كده المبنى المادة هتترمي وتبقى ماس موجودة معايا زيادة في الـ environment. نشوفه بعدها الـ smart material definition. طب ايه هو الـ smart material؟ ايه هي ال smart material دي، بتتكون من ايه، او دي عبارة عن ايه ال smart material؟ ال smart material هي مش مادة عادية، ال smart material دي بيبقى فيها كذا حاجة. معنى ان هي smart ان فيها، ان هي فيها ثلاث حاجات: sensor, actuators, control mechanisms. sensor ان هي تبقى فيها مستشعر يبدأ ان هو يعمل يستشعر الحاجات اللي حواليه، يستشعر ضوء، يستشعر حرارة، يستشعر حركة، وليكن ايه الذي اللي موجود حواليه. هو السنسور هيبدأ ان هو يستشعر الحاجة اللي موجودة حواليه. والاكتويترز اللي هي زي المشغلات، الاكتويترز اللي هي المشغلات، اللي هو السنسور هيبدأ ان هو يستشعر حاجة، فهيبدأ ان هو ينقل الحاجة اللي هو استشعرها دي للكنترول ميكانيزمز، للوحدة التحكم. وحدة التحكم دي هتبدأ ان هي تبعت للاكتويترز المشغلات، ان هي تبدأ ان هي تاخد اجراء. يعني ونفترض مثلا ان انا عندي سنسور في واجهة، والواجهة وفي شمس عالية، فبدأ السنسور ان هو يستشعر درجة حرارة عالية او ضوء عالي، فبدأ ان هو يبعت للكنترول سيستم، كنترول سيستم بدأ ان هو يبعت للاكتويترز رد الفعل اللي هو ايه، اقفل الواجهه او نزل او اقفل البانلز بتاعه الواجهه بتاعتك، بحيث انك تقلل الضوء اللي موجود عندي في الواجهه شويه، اللي هيدخل عندي المبنى شويه. وبعدين طب لما تبقى الحاجات دي كلها متوفره موجوده معايا في الماده، يبقى انا اقدر ان انا اعمل، يبقى الماده دي تقدر ان هي تعمل كذا حاجه: تستشعر بالسنسنج ستيمولوس، تشوف المحفز اللي هي هيبقى، يبقى فيه تستشعر بالمحفز اللي هو زي ما قلنا الضوء او الحراره، وبعدين ريسبوند تو ات، وبعدين هتستجيب لي بطريقه ان هي تبدا ان هي تبعت للكنترول ميكانيزم ان هي تستجيب لي، بعدين هتبدا ان هي تستجيب لي بشورت ابروبريت تايم. بشورت ابروبريت تايم يعني في وقت قياسي، في وقت قليل، مش هتاخد وقت طويل. وبعدين هتبدأ ان هي ترجع لحالتها تاني طبيعية اول ما الحافز ده ما يتشال، يعني اول ما الشمس مطروح او الحرارة مطروح او المحفز اللي بيبدأ ان هو يستشعر السنسور ده اول ما يتشال، تبدأ المادة ان هي ترجع لطبيعتها تاني زي ما كانت. نيجي نشوفه الـ AI والـ Smart Material. ايه علاقة بقى الـ AI بالـ Smart Material؟ طيب طب هو كده انا مسموع؟ ايه علاقة الـ AI بالـ Smart Material؟ لما نيجي نشوفه
ال smart material احنا قلنا ال AI، قلنا ان هو بيتكون قبل كده من كذا حاجة، من machine learning، من big data، من اكتر من يعني من كذا حاجة. طيب بالنسبة لل AI المشين، احنا في الماتيريال احنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم الماشين ليرنينج اللي هو تعلم الآلة. يعني ايه تعلم الآلة اللي هو الماشين ليرنينج؟ يعني الآلة اللي قدامي او الماشين اللي قدامي انا مش هديلها اوامر، مش هقولها انت لما انا مثلا لما تيجي تتحركي بالطريقة الفلانية هترفع الايد الفلاني او تتحرك بالطريقة الفلانية، او لما تيجي تواجه موقف معين هتتخذ الاجراءات 1 2 3. لا، انا مش هديله كده، انا هديله شويه algorithms، معادلات، وهديله انترنت، بحر المعلومات، ان هو ساعه لما يواجهك موقف انت ابدا ان انت من algorithms الموجوده عندك تبدا انك تفكر في الموقف ده وتحلله، وتبدا انك تدور على الحلول على الانترنت، انك تشوف حلول على الانترنت تبدا ان هي تتكيف، تبدا انك تحل بيها المشكله اللي موجوده قدامك. علاقتها بقى بالسمارت ماتيريال ان هي بدأت إن هي تلعب دور في الماتيريال ساينس، علشان خاطر إن هي تبدأ الماتيريال بتاعتي تبدأ إن هي تتعرف على الماتيريال وتعرف خواصها، وتبدأ إن هي تطور في خواص الماتيريال. فده علاقة الارتفيشال انتليجنس بالسمارت ماتيريال. بعد كده نيجي نشوفوا السمارت ماتيريال، أنواع السمارت ماتيريال، أنواع الـ smart material. عندنا الـ smart material بيعرفوها لنوعين، نوع passive ونوع active. يعني إيه passive ويعني إيه active؟ بيقولوا إن النوع الـ passive، إن النوع الـ active اللي هو الـ material اللي بتبدأ إن هي لما تيجي مثلا يحصل عليها انضغاط فتبدأ إن هي تولد لي طاقة كهربية، اللي هي بيحصل عليها نوع من الطاقة فتبقى أو نوع من انضغاط او طاقه او ضغط مثلا او فورس معينه، فتبدا ان هي او ستيمولس معينه، حافز معين، فتبدا ان هي تحول الطاقه ديت تحولها لشكل تاني. الباسيف بقى بس الاكتف، الاكتف كمان ممكن يحصل تغير في الخواص بتاعت الماده بتاعتها، بس هتبدا ان هي ترجع تاني زي ما كانت اول ما يتشال الحافز ده. الباسيف بقى فهو ممكن نقوله ان هو بينقل الطاقة، يعني بينقل شكل الطاقة. يعني ازاي؟ يعني ممكن مثلا زي الالياف الضوئية ان هي تنقل الطاقة، الضوء بتاعي من مكان لمكان، بس ما بيحصلش فيها تغير في خواص المادة بتاعتها نفسها. عندي مثلا في الباسيف عندي الثيرموكروميكس. الثيرموكروميكس ده لما هي مادة بيجي لما تتعرض للطاقة الحرارية بتغير اللون بتاعها. عندي الماجنيتورولوجيكال الالكترورولوجيكال ده لما يجي أطبق مجال عندي مجال مغناطيسي، هي من ماجنيتو، من اسمها ماجنيتو مغناطيسية، لما يجي أطبق مجال مغناطيسي عليها فهيحصل تغيير في توجيه المجالات المغناطيسية للجزيئات بتاعتها، فتبدأ المادة لو هي مثلا سائلة فيبدأ لو أنا مثلا عرضت لها مجال مغناطيسي فيبدأ الجزيئات بتاعتها تتكون تترصص بشكل معين تبع المجال المغناطيسي المتوافقة مع المجال المغناطيسي اللي أنا عرضت لها. فلو هي مثلا سائلة فممكن تتحول لمادة صلبة. ماشي. عندنا الفوتوتروبكس. الفوتوتروبكس ديت لما بتتعرض للضوء هي كمان بتغير اللون بتاعها، هي مادة لما بتتعرض للضوء بتغير اللون بتاعها. والثيرموتروبكس من اسمها ثيرمو، يبقى حرارة، يبقى هي لما بتتعرض لطاقة حرارية بتبدأ ان هي تغير بنيتها الذرية او بنيتها الجزيئية، فتبقى مثلا تبدأ ان هي تبقى توصل كهرباء زيادة، او تبدأ ان هي تدوب اكتر، او تبدأ ان هي يبقى فيها نفاذية اعلى. فدي السيرمو. عندي الشيب ميموري. الشيب ميموري دي ماتيريال اول ما بتتعرض لطاقة حرارية او تتعرض لطاقة ضغط او تتعرض لشكل من اشكال الطاقة فتبدأ ان هي تغير في شكلها، تبدأ ان هي تحول في شكلها، بس بترجع بس ممكن يعني ما بتغيرش من خواصها نفسها. الميكانوكروماكس ده ماتيريال لما بتتعرض لضغط بتغير اللون بتاعها،
والكيموكرومكس برضو لما بتتعرض من اسمها من كيمو، لما بتتعرض لمواد كيميائية أو تفاعل كيميائي معين تبدأ إن هي تغير اللون بتاعها برضو. الإلكتروكرومكس لما بتتعرض لجهد أو تيار تبدأ إن هي تغير لون. يعني أنا بشوف الماتيريال إيه المحفز اللي بيبدأ إن هو يأثر عليها، إذا كان ضغط ميكانيكال، أو إذا كان كيمو، إذا كان تفاعل كيميائي، أو إذا كان جهد فرق تيار، فيبدأ إن هو يغير في الشكل بتاعها، أو يبدأ إن هو يغير في خاصة من خواص، في خاصية من الخواص بتاعتها. ال phase changing material دي لما بتتعرض لتفاعل كيميائي معين، أو تبدأ روابط كيميائية معينة إن هي تدخل في الموضوع، فيبدأ إن هو يحصل تخزين وإطلاق للطاقة. يعني يحصل إن الطاقة يا إما أخزنها يا إما أطلقها. وزيها الادجن changing materials اللي هي material لما بتتعرض لضوء او تيار بتبدا ان هي تغير امتصاص الذرات بتاعتها. طيب دي كانت الباسيف ماتيريال. نيجي نشوف الاكتيف ماتيريال. الاكتيف ماتيريال عندي مثلا زي اللايت اميتنج ماتيريالز، اللي هي لايت اميتنج ماتيريالز اللي هي مواد بتتعرض لطاقه، طاقة إشعاعية أو طاقة كهربية أو طاقة تفاعل كيميائي، اللي هي أنواعها الفوتو لومينيسنت والإلكترو لومينيسنت والكيمو لومينيسنت. دولت أنواع اللايت إميتنج ماتيريالز. لو تعرضت لطاقة إشعاعية أو تعرضت لطاقة كهربية أو تعرضت لطاقة كيميائية بتبدأ إن هي تطلع لي طيف مرئي، تبدأ إن هي المادة تطلع معايا طيف مرئي ضوء. ماشي. الثيرموإلكتريكس بقى، الثيرموإلكتريكس لما بتتعرض لتيار كهربي بيحصل فيه فرق في درجة الحرارة بتاعت المادة. الفوتوفولتكس اللي هي ألواح الطاقة الشمسية اللي احنا عارفينها ديت، لما بتتعرض لطاقة إشعاعية بتبدأ إن هي تطلع لي تيار. الإلكتروستراكتيفز دي لما بتتعرض لتيار بتديني طاقة أو بتديني فرق جهد. الماجنيتوستراكتيف بقى، الماجنيتوستراكتيف من اسمها برضو ماجنيتو، فهي لما بتيجي تتعرض لمجال مغناطيسي بتطلع لي طاقة أو بتطلع لي برضو فرق جهد. بعدين عندي الشيب ميموري الويز زي ما احنا مشرحناها برضو، بتتعرض لضغط او بتتعرض لشكل من اشكال الطاقة فتبدأ ان هي تغير في شكلها. بعد كده نيجي نشوفه بقى، احنا هنا اتعرفنا على بعض الماتيريال السمارت ماتيريال، وعرفنا ان الماتيريال دي بتشتغل ازاي. يعني عرفنا ان الماتيريال ديت هي بتتكون من سنسور بيبدأ مستشعر ان هو يستشعر المحفز اللي محطوط عليه، وبعدين يبدأ السنسور يبدأ ان هو يدي للكنترول ميكانيزم، يبدأ يدي للكنترول سيستم ان هو انا في عندي تأثير محطوط عليا، فيبدأ الكنترول سيستم بقى يبدأ ان هو يدي رد فعل، فيدي الاكتويتر ان هي تبدأ ان هي تنفذ رد الفعل اللي هي اللي هي المشغلات بتاعت المادة ان هي تبدأ ان هي تنفذ رد الفعل. يعني لو انا مثلا في مادة مثلا زي البايزو الكتريك اللي هي البايزو الكتريك اللي هي الطاقة اللي هي الطاقة المواد اللي بتتعرض للانضغاط فتطلع لي طاقة. المواد ديت مثلا لو انا عملتها كتاكتايل عندي في الأرضية مثلا، فلو هي مثلا المادة دي حطيتها عندي في الأرضية وانا ضغطت عليها او دوست عليها او عربية مشيت عليها، فهي اتعرضت لمحفز اللي هو الضغط. الضغط ده بدأ ان هو يطلع للكنترول ميكانيزم، الكنترول ميكانيزم بدأ ان هو يدي امر ان للاكتويتر بتاع المادة ان هي تبدأ ان هي تتفاعل مع الضغط ده وتطلع كهرباء. فده دي بعض، يبقى احنا كده عرفنا ان الماتيريال بعض انواعها اهي، وعرفنا الماتيريال دي بتشتغل ازاي، وكل ماتيريال عرفنا ايه الحافز بتاعها اللي بيبدا ان هو يحفزها، وهي بعد ما بتتحفز بتطلع ايه رد الفعل بتاعها. ماشي. نيجي نشوفوا بقى بعض التطبيقات بتاعه السمارت ماتيريال. عندي في حاجه اسمها سمارت كونكريت. يعني ايه سمارت كونكريت؟ سمارت كونكريت دي خرسانة، بس مش خرسانة عادية، دي خرسانة بتبدأ إن هي تستشعر لو في حصل كراك في المبنى، فتبدأ إن هي تستشعر بالكراك ده أو بالشرخ ده أو بالحاجة اللي حصلت في المبنى دي
اذا كان بقى كراك، اذا كان حصل مثلا في تسرب لرطوبه او ميه او اي حاجه، تبدا ان هي تستشعر باللي حصل ده، تبدا ان هي تبعت للكنترول سيستم. الكنترول سيستم يبدا ان هو يدي بال اكتويترز ان هي تبدا تاخد رد الفعل. طب هي ازاي بتعمل الكلام ده؟ ايه الجديد اللي فيها اللي يخليها تقدر ان هي تعمل الكلام ده؟ الجديد اللي فيها ان هم حطوا الواح الياف كربونيه في قلب الخرسانه، الياف كربونيه في قلب الخرسانه. فالالياف الكربونيه لما تتحط في قلب الخرسانه هي ليها توصيليه عاليه، يعني بتوصل الكهرباء، التيار الكهربي بطاقه بطريقه بمقدار عالي. فلما تتحط، لما اجي احط الالياف الكربونيه دي في موجوده عندي في الكونكريت في الخرسانه، واجي اخد الخرسانه واجي احط على الخرسانه سنسور واقيس فرق الجهد بتاع السنسور ده، فاجي واخلي السنسور ده يقيس فرق الجهد، فاجي اشوف هو انا عندي سنسور عادي طبيعي اللي هو مستشعر بتاع فرق الجهد، غير اساسا ان الكونكريت بتاعتي سمارت. فيجي السنسور بتاع فرق الجهد يبدا ان هو يقيس عندي فرق الجهد اللي ماشي في الكونكريت في الخرسانه. فلو حصل ان في ان فرق الجهد او التيار اللي ماشي في الخرسانه نسبته قلت او شدته قلت، فاعرف ان في كراك في حته معينه، فيبدا ان هو يقول لي ان في كراك في جزئيه معينه في الخرسانه دي او في الكونكريت دي. فدي السمارت كونكريت. في كمان ماتيريال تانية ممكن الكونكريت نفسها تبدا ان هي تعمل سيلف هيلينج، ان هي تبدا ان هي تعالج نفسها بنفسها، ماشي. فممكن تبقى الكونكريت يحصل فيها شرخ، فتبدا ان هي تعرف الشرخ ده مكانه فين وتحدده، وتبدا ان هي تعالج الشرخ ده وتلحمه بنفسها. عندي في حاجه تانية اسمها سمارت بريكس، الطوب الذكي. الطوب الذكي ده عباره عن ايه؟ هو طوب عادي، بس ببدا ان انا احط في التجويف بتاعه، ابدا ان انا احط في قلبه سنسورز. سنسور بقى يقيس عندي درجه الحراره، يقيس عندي الرطوبه، يقيس عندي اي حاجه انا عايزه اخلي السنسور ده يقيسها. انا احط السنسور ده عندي في الطوب وابدا ان انا ابني المبنى بتاعي، بس واخلي السنسور ده يقيس عندي درجه الحراره او يقيس عندي الرطوبه او يقيس عندي اي حاجه انا عايزاه يقيسها، او الصوت او ايه وليكن بالذي. فده سمارت بريك. يبدا ان هو الطوبه بتاعتي اول ما تبقى في مثلا اول ما يبقى في عندي اي حاجه محفز ليها، زي مثلا رطوبه، صوت عالي، زي درجه حراره عاليه او منخفضه، فتبدا ان هي تدي المستشعر، ويبدا بقى المبنى ان هو يتكيف مع بعضه. زي ما قلنا مثلا في السمارت هوم، ان يبدا يبقى فيه بقى رد فعل تاني على السنسور ده. يعني هو مثلا حس ان في درجه حراره منخفضه في المكان، فيبدا ان هو يدي مثلا، يا اما يبدا ان هو يتكيف مع المكان ويبدا ان هو مثلا يخلي الماده تطلع طاقه حراريه، او يبدا ان هو يتفاعل مع السنسورز الثانيه اللي موجوده عندي في المكان، وتبدا ان هي تخلي درجه حراره المبنى متكيف. عندي هنا ده المثال بتاع السمارت كونكريت. ده الشكل بتاع المبنى من بره. هو المبنى المفروض ان هو مطبوع 3 مطبوع بارم روبوت. الكونكريت بتاعته المفروض ان هي مطبوعه بارم روبوت، والمفروض ان بعد ما طبعوا المبنى هي مطبوعه بشكل يونت كده، على اساس ان هي منفصله مع بعض او وحدات منفصله مع بعض. يبدا ان هو المنفصل عن بعض يبدا ان هو يكررها في كل اشكال الواجهه. لو لاحظنا ان الواجهه فيها يونت كتير متكرره، فهو الروبوت بدا ان هو يكرر اشكال او نمط في الواجهه كلها، وبدا ان هو يخليها تبدا ان هي تبقى منفصله عن بعض وفي نفس الوقت متصله عن بعض، ملحومه في بعض. فيبقى في سهوله صيانة، في سهولة ان انا اقدر ان انا احدد فعلا الكراك اللي موجود في المكان ده موجود فين بالفعل. وبعد ما خلصوا بنوا المبنى بتاعهم، اخدوا الروبوت حطوه في المبنى كاثبات على طريقة كيفية عمل المبنى ده. طيب هنا في من التطبيقات التانية، ده National Design Museum. دي السمارت انفلوب. السمارت انفلوب او سمارت راب دي المفروض ان هي واجهة ذكية بتبدأ ان هي
تحافظي على درجة حرارة المبنى من جوه، فيها سنسورز برضو تبدأ إن هي تحافظ على درجة حرارة المبنى من جوه، تحافظ على تستشعر الضوء والحرارة، يبدأ إن يبقى فيه هي عبارة عن مادة مكونة من مكونة هي عبارة عن مادة مكونة من 6 طبقات، مكونة من 6 طبقات، في ألواح كربون، ألواح كربون موجودة أو موجودة في الواجهة، وبعدين 6 طبقات تانية من ألجاي، ماشي. بعدين بعدها في طبقة ماسكة الطبقات، ال5 طبقات مع بعض، فهي عبارة عن envelope مكون من 6 طبقات، يبدأ إن هو يتحكم في درجة حرارة المبنى الداخلية، ويبدأ إن هو يتحكم في درجة المبنى الخارجية، ويعني يكيف المبنى داخليا مع بره، ويبدأ إن هو يتحكم في شدة الإضاءة، ويبدأ إن هو يتحكم في طبيعة المكان الموجود جوه في المبنى، التكيفية بتاعته، التكيفية الضوئية أو التكيفية الحرارية بتاعته. في هنا كمان البايزو الكتريك ماتيريال. البايزو الكتريك ماتيريال زي ما قلنا من شويه، هي ماده لما بتتعرض للضغط بتبدا ان هي تولد عندي طاقه كهربائيه. فالماده دي بيستخدموها في اماكن كتير، بيستخدموها مثلا في الطرق بتاعت اللي هو الرصيف اللي بيمشي عليه العربيات، بحيث ان لما يبقى في عربيه عندي تراك عربيه عندي ماشيه، فتبدأ إن هي تولد ضغط عندي على الطبقة بتاعة الخرسانة بتاعتي، فتبدأ إن هي تبدأ إن هي المادة كده اتحفزت، وبقى في ضغط متحفز عليها، فيبدأ إن هو يطلع يولد عندي كهرباء. دي من أنواع المصادر بتاعة توليد الكهرباء اللي بتستخدم في الدول بره، إن هم يحطوا طاقة، إن هم يحطوا الألواح دي موجودة عندي في الرصيف، فتبدأ إن هي تولد عندي كهرباء، يبدأ إن هو يستخدمها عنده في المدينة بتاعته. زي هنا مثلا هم مستخدمها في الكار، في الباركينج بتاعت الكار مستخدمها هنا، بيستخدموها كمان في الرصيف عادي بتاع المشاة، بيستخدموها في الملاعب بتاعت كرة القدم، بيستخدموها في الأرضيات بتاعت الماراثون بتاع الجري، علشان خاطر تبدأ إن هي من انضغاط أو من حركة كتير عليها تبدأ إن هي تولد عندي طاقة كهربائية كبيرة. هنا الـ Polymer Dispersed Liquid Crystal Glass و الـ Electrochromic Glass، وفي كمان الـ Unsuspended Particle Glass. ده كله إزاز عادي، بس الإزاز ده بيبدأ إن هو الجزيئات بتاعته تبدأ إن هي ليها أكتر من طريقة عمل، بتبدأ إن هي تبدأ إن هي تتحرك أو تتكيف مع شدة الإضاءة اللي موجودة عندها، وتبدأ إن هي تتكيف، يا إما تبقى معتمة وتخلي الإضاءة الخارجية، يعني يبقى الإزاز معتم لو درجة لو الشمس اللي برا عالية، فيبدأ إن الإزاز يبقى معتم لو أنا عايزاه يبقى معتم، ويخلي الشمس اللي برا ما تدخلش عندي لجوه، ما يبقاش فيه نفاذية عالية، أو يخلي إن الشمس ما تدخلش أصلا، أو يخلي إن الشمس تدخل بكمية قليلة، فهو بيتحكم في نفاذية الإزاز. الإزاز ده ليه أكتر من نوع على طبقا للجزيئات بتاعته، الجزيئات بتاعته بتبدأ إن هي تترص إزاي مع بعضها لما يجي المحفز عليها، ففي جزيئات مثلا ممكن يبقى النفاذية بتاعتها عالية، في جزيئات ممكن تبقى النفاذية بتاعتها قليلة، في جزيئات ممكن تبقى معتمة تماما، ماشي. في كمان الازاز ده كمان مش ممكن اخليه ان هو يبقى من نفسه يتحكم من نفسه، السنسور هو اللي ياخد الاجراء من نفسه، ممكن اخليه ان هو يبقى بسنسور، يبقى بريموت، ان انا ساعه لما اضغط على زرار الريموت فابدا ان انا اتحكم فيه، فهو بوصله بالطاقه بوصله بطاقه كهربائيه علشان خاطر يبدا ان هو اضغط على الريموت، فيبدا ان هو يتحكم في الازاز، يعني يبقى في توصيل الطاقة الكهربائية ما بين الوحدات بتاعة الإزاز وبعضها، بحيث إن هو يعمل عندي يتخذ عندي الإجراء بتاع النفاذية بتاعته. فده بالنسبة للثلاث أنواع دول، الـ Polymer Dispersed Liquid Crystal Glass والـ Electrochromic Glass والـ Suspended Particle Glass. طيب هنا عندنا
المبنى بتاع العالم العربي، معهد العالم العربي انستيتيوت دو موند اوروب، ده كاينتيك سيرفيس. بس الكاينتيك سيرفيس ده فيه سنسور هو واخد فكره الانفلوب بتاعه المبنى في الواجهه الجنوبيه، عشان خاطر الواجهه الجنوبيه عنده فيها شمس ساطعه، فهو واخد الواجهه الجنوبيه دي عملها انفلوب متحركة، بمعنى ان هي هو واخد فكرتها من فكرة المشربيات، المشربيات اللي كانت موجودة عندنا في البيوت القديمة في مصر القديمة، فهو واخد فكرة المشربيات ديت من واخد فكرة الواجهة ديت من المشربيات، من الوحدات بتاعة المشربية وشكلها عامل ازاي. فكرة المشربية ان هي كانت بتبقى عندي الجدار مثلا كله مشربية، فيبدأ يبقى فيه فراغات، تدخل عندي هواء بارد تهوي المكان او الفراغ بتاعي، وفي نفس الوقت هي بتخلي عندي فيه ضوء، شوية ضوء قليلين داخلين، او تتحكم في شدة الضوء اللي داخل، ويبدأ ان يبقى فيه اللي بره مش شايف اللي جوه، فيبقى فيه عندي كده انا عزلت الفراغ بتاعي ان ما فيش حد بره شايف اللي جوه، كده فيه خصوصية، وفي نفس الوقت انا خليت الانفلوب بتاعي الواجهة بتاعتي تبدأ ان هي تتحكم في شدة الضوء وتدخلي ضوء وتدخلي تهوية المكان، يعني مش واجهة صماء مقفولة. فهو استخدم نفس فكرة المشربيات عنده، بس خلاها ديناميكية متحركة. طب ديناميكية متحركة ازاي؟ ان من خلال السنسورز، ان السنسور لما يبدأ ان هو يستشعر بالضوء او يستشعر بالحرارة الموجودة عليه، فيبدأ ان هو يتحكم في شدة فتح او قفل الوحدات اليونتس بتاعت المشربية. هي عبارة عن وحدات بتبدأ ان هي تتقفل على شكل مروحة، علشان خاطر تبدأ ان هي تتقفل وتتفتح، وتكون لي اشكال كتير، يعني ممكن تكون لي شكل دوائر كده لما هي مفتوحة، ممكن تكون لي اشكال سداسية لما بتبقى مقفولة. فهي ديت الانفلوب دي بدأ ان هو بدأ يبقى فيه سنسور عندي، السنسور ده يستشعر بالمحفز اللي بيبدأ ان هو يحفزه، درجة الحرارة او الضوء، ويبدأ ان هو يتخذ اجراء ان انا اقفل الواجهة او افتحها، اقفلها على حسب شدة الإضاءة او افتحها، ويبدأ ان هو يكيف المكان الداخلي، الفراغ الداخلي مع الفراغ الخارجي او مع المؤثرات الخارجية. فيبدأ لو في مثلا لو في اي استخدام جوه محتاج ضوء خافت او ضوء قليل، فيبدأ ان هو يكيف الضوء معاه، يعني هو مثلا عنده جوه مكتبة، فيبدأ ان هو يكيف الضوء بتاع المكتبة ودرجة درجة الحرارة اللي داخلة من بره، يبدأ ان هو يكيفها على حسب الراحة الحرارية اللي موجودة جوه. في عندي هنا البحر تاور ده برضو نفس الفكرة، بس هو مستخدم أشكال، بس مش فكرة المشربية بقى، هو فكرة هو حاول يعمل فكرة برضو المشربية بس بشكل متطور أكتر، فبدأ إن هو يستخدم أو بشكل مختلف أكتر، فبدأ إن هو يستخدم اليونت بتاعته بشكل معين، بحيث إن هي برضو تفتح وتقفل على نفس فكرة المحفزات. البانل بتاعته متركبة ومحطوط حواليها، محطوط وراها سنسور، السنسور بيبدأ ان هو يستشعر بدرجة الحرارة او الضوء الموجود بره، فيبدأ ان هو يقفل ويفتح على حسب ما هو عايز يكيف الفراغ الداخلي للمبنى مع المؤثرات الخارجية. يعني انا لو عايز اخلي درجة اشعة الشمس الموجودة داخلة جوه عندي المبنى تبقى عالية، واستغنى عن الطاقة الكهربائية اللي انا مشغلها، يعني اقفل الطاقة الكهربائية او اقفل الاضاءة اللي موجودة عندي جوه وافتح الشمس ان هي تدخل الفراغ، فيبدأ السنسور، ابدأ ان انا اوجه السنسور او السنسور يبدأ ان هو متكيف، ان هو يبدأ ان هو يقفل الوحدات، ويبدأ ان هو يدخل لي الاضاءة الشمس جوه، لو مثلا لو لسه الشمس طالعة. طب لو الشمس مثلا درجة حرارتها عالية وهي سخنة جامد، فيبدأ ان هو يقفل ويحمي لي درجة الحرارة الداخلية بتاعة المبنى من درجة الحرارة الخارجية بتاعة الجو بره، فيبدأ يبقى برضه هو نفس فكرة السنسور. السنسور بيستشعر بمؤثر خارجي، يبدأ درجة حرارة الشمس أو درجة الحرارة اللي بره، ويبدأ إن هو يتكيف مع درجة الحرارة دي ويتعامل معاها طبقا للاستخدام الداخلي. كده دي كانت المحاضرة بتاعتنا، وده كان استخدام الماتيريال عندي في الكونستراكشن وتطبيقات استخدامها. بس هنيجي دلوقتي نعمل نشوف احنا اخدنا ايه في المحاضرتين اللي فاتوا، كمراجعة سريعة كده على الثلاث محاضرات، ان احنا نشوفوا ايه اللي احنا اخدناه. فنيجي نشوفه ثانية. ده كده كله كان عندي السمارت ماتيريال. في البداية شفنا ايه هي الـ AI وازاي هي بتشتغل، علاقتها بال 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 يعني
AI بالعمارة عندنا عاملة ازاي، فعرفت ان ال AI بتتكون من 3 حاجات: ال machine learning وال natural language processing وال deep learning. ال machine learning لسه قايلينها من شوية ان هو ال machine بتاعتي، ان انا ابدأ ان انا اديلها المعلومات بتاعتها على شكل لوغاريتمات وانترنت مفتوح، بحيث ان هي لما تواجهها اي مشكلة تبدأ ان هي تتصرف وتتكيف مع المشكلة زي ما هي عايزة، يعني على حسب الصح المشكلة متطلبة ايه حلول، فتبدأ ان هي تدور على الحلول وتبدأ ان هي تحلها من نفسها. ال natural language processing ان الماشين تبدأ ان هي تتعرف على اللغة اللي موجودة حواليها وتبدأ ان هي تفهم اللغات اللي موجودة حواليها. الديب ليرنينج ان هو ان انا ادي للماشين اللي عندي معلومات كتير، فتبدأ ان هي من المعلومات الكتير اللي عندها تبدأ تحل اي مشكلة تواجهها. بعدين بعد كده عرفنا ازاي الاي اي بيساعد في الاركتكتشر، بيساعد في البلاننج، في الفاونديشنال بلاننج وفي الكونستراكشن والسمارت سيتي والريال استيت والانشورنس كومبانيز والسمارت هومز. وتعرفنا منهم على الكونستراكشن، ركزنا منهم على الكونستراكشن والسمارت سيتي والسمارت هوم. بعدين هنا شفنا في الكونستراكشن امثله كتيره، منها مثلا زي الاوفيس بيلدينج بتاع دبي، ان هو ال 3D printed building، ان انا بالروبوت ارم او بال 3D printer بدأت ان انا اطبع مبنى، مش اطبع بس منتجات صغيرة، لا انا بدأت ان انا اطبع مبنى كبير ويبدأ ان هو يستخدم عادي. فبدأ عندي فيه هنا ده مبنى في دبي office building مطبوع بالكامل ب 3D printer، وشفنا ازاي هو اتطبع وشفنا فيديوهات عن طريقة طباعته. طيب ده فيديو عن طريقة الطباعة، ثانية ثواني بس هو بيفتح ده. كان مثال تاني موجود عندي برضو مستخدم بالروبوت ان هو ازاي ان هو يبدأ يعمل شيد لحاجة معمولة لفراغ قدام مبنى، هو عايز يعمل شيد قدام مبنى، فبدأ ازاي ان هو يستخدم الروبوت او الروبوتكس في ان هو يعمل الشيد ديت. ده كان مثال موجود عندنا. هو طبعا الروبوت بيبدأ هو يعرفه كل حاجة، هو هيبني ازاي، هيدخل ازاي، هيحفر ازاي مكان المسامير، حتى بيبدأ ان هو يعمل envelope بتاعته، بدأ ان هو يطبع عنده ال envelope بتاع العمود ك construction. هو هنا مدخل نظامين مع بعض، ان هو يبدأ ان هو يطبع ويصب خرسانة فيه، وبعدين يركب عليه الوحدات الموجودة فوق من الخشب. بعدين هنا هو بيصب الخرسانة في قلبي، في قلب الانفلوب أو الغلاف الخارجي ده. بعدين بعد كده بدأ إن هو يقشر من عليه الانفلوب بتاعه، وهنا هو بيركب الخشب بقى، الشيد الخشب اللي موجودة فوق بيركبها يونس، ويبدأ أول إن هما يركبوها تاني في الموقع، يركبوا اليونس مع بعضها في الموقع، يجمعوها مع بعض في الموقع. فده كان مثال مثلا موجود عندي في أول محاضرة. ده كان مثال موجود عندي في أول محاضرة شفناه. نيجي بعد كده، اتكلمنا بقى في المحاضرة اللي بعديها عن ال smart city وال smart homes. فعرفنا ان ال smart city ال smart city هي مش مجرد مدينة ذكية، يعني مش المدينة الذكية معناها ايه، ان هي كلها بتبقى عبارة عن sensors موجودة في كل مدينة، وبتبدأ ان هي تتفاعل مع بعضها، وبتبدأ ان هي توفر لي طاقة كبيرة، وتبدأ ان هي تسهل لي استخدام الناس للمدينة. فيبقى عندي مثلا، فمن هنا عرفت معنى ال internet of things ال IoT، ان هو ده فكرة ان يبقى كل حاجة مربوطة بسنسور، والسنسورز كلها مرتبطة ببعض. عرفنا ازاي السمارت سيتي دي بستخدم فيها ايه، زي
زي ال social robotics، الروبوتات الاجتماعية اللي هي ممكن تبقى عندي مثلا روبوت يبقى عندي كظابط شرطة، أو روبوت كظابط مرور، أو روبوت يعمل delivery كعامل delivery عندي. شفت مثلا استخدام ال big data في ال smart، في ال smart city عامل ازاي بال artificial intelligence. شفت عندي ال 3D printing والرينيوبل رينيوبل انرجي، ازاي ان انا بستخدم الطاقه المتجدده عندي بقى بستخدمها ازاي عندي في المدينه، ما بستخدمش ببدا ان انا ابعد عن الطاقه الغير متجدده واستعوض عنها بطاقه متجدده تانية زي الواح طاقه شمسيه، زي مثلا ما شفنا النهارده في محاضره النهارده ان انا اعمل في الارضيه بتاعه الرصيف اعمل فيها سنسورز تبدا ان هي تتحكم لي تطلع لي طاقه من الضغط عليها او من المشي عليها او من العربيات. جينا نشوف مثلا الدرونز، استخدامات برضو الدرونز عندي في السمارت سيتي ازاي. فده الكلام ده كله شفناه في السمارت سيتي وشرحناه. شفنا الابليكيشنز برضو بتاعت السمارت سيتي في السمارت باركينج، ازاي ان الباركينج يبقى فيه سنسور يقولي ان المكان ده فاضي كباركينج فانا اروح اركن عربيتي هناك. شفنا الشيرد سيلف درايفنج بتاعت جوجل اللي هي بتبدأ تبقى موجودة في مكان أو أنا أطلبها في الأبليكيشن أو أروح لها وأبدأ إن أنا أركبها وهي توصلني للمكان اللي أنا عايزاه. شفنا الـ Smart Traffic Control إن إزاي بقى يبقى فيه تحكم في إشارات المرور بالسنسورز برضو من خلال كثافة الطرق، إن أنا أعرف كثافة الطريق ده عاملة إزاي وأبدأ إن أنا أتحكم في إشارات المرور أفتحها وأقفلها بالسنسورز. شفنا الـ Adaptive Connected Cars إن هي السيارات السلف Automated Cars إن هي تمشي لوحدها توصلني للمكان اللي أنا عايزاه. بعدين شفنا هنا مثلا استخدامات الدرونز في الريسك في الـ Smart City، إن أنا ما ينفعش خاطر بحياة إنسان، لأ أنا في مكان أو في مهمة معينة أنا ودي الدرون هي تأدي مكان المهمة أو تستكشف حتى المكان قبل هو ما يروح. وال Data-based Crime Prevention Programs اللي هي الكاميرا اللي بيبقى فيها السنسور إن هي تتعرف على الوشوش، فلو ده تعرفت على وش مجرم فتبدأ تقول إن في مجرم في المنطقة الفلانية، فيبدأ يبقى في احتمال يبدأ السنسور ياخد إن في احتمال إن تحصل جريمة هنا في المنطقة دي. شفنا السنسورز مثلا اللي بتتعرف على الجان شوت طلقات النار وتحدد مكانها وتقول إن في هنا حصل جريمة بسبب إن هي سمعت صوت طلق النار. شفنا مثلا السمارت ستريت لايتنج، عمود الإنارة بس اللي موجود في الشارع ده أنا ممكن أحط فيه كمية سنسورز قد إيه علشان خاطر تبدأ إن هي تتكيف معايا أو تساعدني وتخلي السيتي سمارت عندي أكتر. شفنا مثلا إن إحنا ممكن نحط فيه سمارت لايت، أو ممكن نحط فيه سبيكرز، ممكن نحط فيه إيمج سنسنج اللي هو الكرايم بريفنشن بروجرامز، مثلا ممكن نحط فيه ديجيتال إعلانات، يعني إعلانات ديجيتال ممكن أحط فيه، ممكن احط فيه كمان انترنت عشان يبقى فيه واي فاي، ممكن احط فيه مثلا ممكن احط فيه ابلكيشنز كتير ممكن استخدمه هو نفسه يبقى فيه من تحت في الاساس بتاعه نظام علشان خاطر لما يحصل شتاء فيبدا لما الدنيا تشتي فيبدا ان هو يستشعر ان فيه مياه موجوده هنا فيبدا ان في يحصل عمليه تكيف مع المياه ديت او ان انا ابدا اتصرف مع المياه ديت في تصرفها ازاي. بعدين دخلنا على السمارت هومز، شفنا طيب هنا كان في سمارت سيتي، كان في صحيح كان في فيديو ثانية واحدة. هنا فيديو عن دبي بيبدأ ان هو يوضح لي دبي هم عاملينها في هدف ان هي تبقى سمارت سيتي بالكامل، فهو وتبقى المدينة رقم واحد في السمارت سيتي. فهو بيبدأ إن هو يوضح إزاي السمارت سيتي. هنا مثلا دي عربية بس autonomous car تبدأ إن أنا أطلبها بالأبليكيشن زي عربية جوجل. هنا
هيتكلم ان هو بيستخدم النتورك بتاعته بتاعت المدينة، ان هو بيربط كل حاجة ببعضها علشان خاطر يبقى كل حاجة مربوطة في المدينة ببعضها، وتبدأ كل حاجة زي ما احنا شايفين فوق في درونز بتبدأ ان هي توصل طلبات في كل مكان، سمارت كارز ماشية في كل مكان، كل حاجة عارفة طريقها ماشية ازاي بالظبط، ومفيش حاجة مفيش حوادث بتحصل. طبعا الحوادث بتقل بنسبة كبيرة جدا، مفيش اي حاجة بتحصل، ناس ماشية طبيعي جدا في الشوارع وعربيات ماشية طبيعي. محتاجة عربية فتبدأ انك تطلبها بابليكيشن او تروح لها في مكانها، او تبدأ ان هي تعرف انك عايز تركب عربية فيها سنسور مثلا، هو مستشعر يبدأ ان هو يوقف لك، لو انت وقفت قدامها تبدأ انك تركبها وتروح بيها المكان اللي انت عايزه. ده كان فكرة عامة عن السمارت سيتي عاملة ازاي. بعدين نيجي نشوفه بقى السمارت هومز، اتكلمنا بعدها برضو في نفس المحاضرة التانية عن السمارت هومز، فشوفنا ان السمارت هومز بيبقى فيها مش ده شفنا ان السمارت هوم بيبقى فيها 3 حاجات، بيبقى فيها سنسور، بيبدا نتورك سنسور برضو نفس الفكره، تبدا ان هي تربط لي كل حاجه في البيت ببعضها، بيبقى فيها دوميستيك ديفايسز، الالات بقى او الاجهزه اللي انا الموجوده عندي في البيت، زي تكييف، زي روبوت مثلا بيكنس ارضيه، زي وحدات اضاءه تبدا ان هي تقيد وتطفي لما انا استخدم المكان او لما انا ادخل المكان، زي حاجات كتير موجودة عندي في السمارت هومز قلنا عليها. وبعدين ال appliances enable control، أو بعدين عندي ال controlling system وال sophisticated monitoring، الوحدات التحكم بقى، وحدات التحكم اللي بتبدأ إن هي تتحكم في الأجهزة دي كلها على بعض وتبدأ إن هي تربطها لي ببعض، وال applications او الاجهزه التانية اللي بتبدا ان هي تسمح لي ان انا اتحكم او ادي اوامر للكلام ده، يعني application على الموبايل او application على التلفزيون سمارت، او ممكن نقوله مثلا جو اللي هو زي اليكزا او جوجل اللي هو بيبدا ان انا ادي له اوامر فيبدا ان هو يدي لكل اجهزه البيت الاوامر اللي انا بديها، يحولها للسنسور اللي انا عايزاه. شفت مثلا ان انا عندي في wearable sensors، عندي sensors ممكن البسها في ايدي مثلا زي ساعة تبدأ ان هي تقيس ضغط الدم، تبدأ ان هي تقيس ضربات القلب، مستوى السكر مثلا في الدم، كلام من ده. عندي مثلا simple binary sensors مثلا تبدأ ان هي تستشعر بالموجود في المكان او تستشعر بالحركة الموجودة في المكان بس بنظام معين اللي هو 1 و0. عندي مثلا الفيديو كاميرا اللي هي بتبدأ ان هي تستشعر بالحركة الموجودة في المكان من خلال ان هي تصورها، والانفراريد سنسور من خلال الأشعة تحت الحمراء، وعندي الراديو فريكوينسي ايدنتيفيكيشن من خلال برضو ترددات زي ترددات موجة الراديو، وفي سنسورز تانية زي سنسور مثلا إضاءة زي كلام كتير. عرفت ان السمارت هوم لازم يكون معتمد على 4 حاجات، على السنسورز اللي هي البرسبشنز، السنسورز والكنترولرز والفيديو سنسورز، السنسورز اللي انا بحطها في المكان، وعلى النتورك اذا كان واي فاي او بلوتوث هبدا ان انا اربط السنسورز دي ببعضها، وعلى السوفت وير اللي هبدا ان انا اتحكم منه بالحاجات ديت السنسورز دي، وعلى الابلكيشنز اللي هي الميديكال سيرف زي الميديكال سيرفيسز، التطبيقات اللي انا بستخدم هبدا بقى ان انا اطبق الكلام ده في ايه، اذا كان ميديكال سيرفيس، اذا كان انا حاطه السنسور ده علشان خاطر كحاجه ميديكال، حاجه طبيه، ان هو يبدا ان هو في شخص كبير في المكان فيبدا ان هو يخدم الشخص ده ويحس بحركته، يبدا ان هو يساعده في المكان، او يشوف او يحس باي ضرر يبدا يحصل للشخص ده فيبدا ان هو مثلا يطلب اسعاف او يطلب اي حد يقدر يساعده. السكيورتي سيرفيسز ان انا هستخدم مثلا السنسورز دي كسكيورتي عندي في المكان بحيث ان انا امن المكان ما فيش حد غريب يدخله وهكذا. ده كان بقى اخر محاضرتنا. شفنا النهارده برضو الماتيريال ازاي بقى ان انا بستخدمها في عندي في الكونستراكشن. يبقى أنا في البداية اتعرفت على الروبوت والـ AI وعلاقتها بالعمارة،
وبعدين بعد كده اتعرفت على وبعدين بعد كده اتعرفت على السمارت سيتي والسمارت هومز، بعدين بعد كده اتعرفت على الماتيريال وعرفت ان انا عندي في حاجة مهمة جدا موجودة عندي هي السنسورز. السنسورز دي ببدأ ان انا اتحكم فيها في حاجات كتير سواء في السمارت سيتي او السمارت هوم او في الماتيريال. تبدأ السنسور ان هي على شكل المحفز او الحاجة اللي انا عايزاها تعملها، فتبدأ ان هي تعمل وتطلع لي حاجة تانية، تطلع لي الطلب اللي انا بطلبه منها بالظبط. فده كان نهاية محاضرتنا ودي آخر محاضرة، وأتمنى إن أنا أكون وصلت كمية المعلومات أو وصلت معلومات مفيدة بالقدر الكافي إن هي تقدر تفيدكم، أو تقدر إنكم تشوفوها مفيدة بالقدر الكافي أو تستفادوا منها. وكنت سعيدة جدا إن أنا موجودة معاكم، وإن شاء الله دايما يا رب تكونوا على خير في خير وسلامة، وإن شاء الله أقدر إن أنا أشوفكم بعد كده. وشكرا جدا لكم. شكرا جدا لحضرتك. أكيد طبعا، تفضل حضرتك. في مصر مباني في المواد ديت، هو احنا المفروض ان احنا عندنا في العاصمة الإدارية الجديدة، المفروض ان في توجيه ان هم يستخدموا حاجات زي كده، يعني يستخدموا ماتريال جديدة، يستخدموا سمارت، يبقى في السيتي تبقى سمارت، يبقى في السمارت هومز كمان تبقى موجودة، ان هم يستخدموا التقنيات الحديثة في الإنشاء ويستخدموا التقنيات الحديثة في الماتريال. بس ده كان لسه توجيه في العاصمة الإدارية الجديدة. بس كفي مصر لما نيجي نبص شوية على المتحكمات الموجودة عندنا في مصر، هنلاقي إن في عندنا متحكمات كتيرة، مثلا زي التكلفة، إن بيبقى في مثلا اللي عايز يبني مبنى فبيبقى مقيد شوية بعملية التكلفة، ما بيخاطرش شوية إن هو يستخدم حاجات حديثة بالدرجة اللي هي. بس في العاصمة الإدارية الجديدة هنبدأ إن احنا نشوف الكلام ده كتير متطبق هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشكرك حضرتك على المحاضرة الجميلة جدا ديت والمفيدة. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بالنسبة للسيستم ديت، هي محتاجة في الانفراستراكشر، أو أنا عايز أبتدي كمبنى، محتاج سيستم، محتاج أنظمة معينة أبتدي بيها في المبنى، في المدينة كمدينة بقى، دي متطلبات معينة أعملها، ولا ممكن مثلا في يعني مثلا مدينه زي مدينتي مثلا ممكن ابتدي اعمل فيها سمارت سيتي، احولها لسمارت سيتي وهي أكيد. موجوده دلوقتي اكزيست واحده، يعني في يعني مدينه موجوده، ولا محتاج متطلبات في الانفراستراكشر اصلا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، التكلفه بالنسبه للحاجه للسمارت سيتي، التكلفه هتعتبر او الفكر ده بمعنى اصح موجود دلوقتي؟ يعني الحاجات دي كلها موجوده ولا لسه اندر ستادي لسه؟ والتكلفه بتاعتها هتكون عامله ازاي؟ هو أسئلة في الموضوع، معلش. تمام، تفضل حضرتك. أكيد طبعا. هو أنت أسئلة أو لا؟ شكرا يا فندم. هو أنا كان عندي كتوجيه كفكرة سمارت سيتي، لما نيجي نشوفه مثلا على دبي هنلاقيها إن هي كانت مدينة قايمة بالفعل، وهم بدأوا إن هم يحولوها كسمارت سيتي، فبدأوا إن هم يستخدموا الأفكار بتاعت أو الفكر بتاع السمارت سيتي وبدأوا إن هم يطبقوه. بس هي كمدينة قائمة زي مثلا مدينتي، أقدر إن أنا أخليها سمارت سيتي، بس كتكلفة هتبقى طبعا التكلفة عندي مش زي ما أنا مبدأ إن أنا عامل مخطط عندي وأبدأ إن أنا من البداية عارف أنا همشي منين، وخطوات تنفيذ عندي هتبقى ماشية إزاي، وأبدأ إن أنا زي ما ببني المبنى كده طوبة طوبة، أبدأ إن أنا أبني معاه كمان السمارت بتاع المبنى أو السمارت بتاع السيتي واحدة واحدة معاه، وأنا ببدأ إن أنا أبني. فأكيد طبعا دي مش هتبقى زي دي، بس أقدر إن أنا أحول المدينة لسمارت سيتي، أكيد طبعا أقدر. بالنسبة كونستراكشن مثلا في الانفراستراكشر، أنا في عندي برضو سمارت ماتيريالز أقدر إن أنا أستخدمها في الانفراستراكشر عندي كمبنى.
كمبنى infrastructure، الهيكل التأسيسي بتاع infrastructure، في عندي مواد مثلا ان انا استخدمها كسنسورز عشان خاطر الزلازل لما يحصل زلزال فيبدأ ان المبنى تتحكم في حركة المبنى، ما تنقلش الزلزال للمبنى فيبدأ ان المبنى ما ينهارش على الموجودين فيه، او يقلل الحاجات اللي هتحصل في المبنى، او الاضرار اللي هتحصل في المبنى. ده بالنسبة كانفراستراكشر المبنى. كان انفراستراكشر بقى للمدينة، فبرضو الكلام ده في حاجات هنبقى في سنسورز اكيد محتاجينها، او متطلبات محتاجينها كانفراستراكشر، بس نقدر ان احنا نستعوض عنها بسنسورز، يعني نقدر ان احنا نستخدم السنسورز ونكيفها معانا في الموضوع ونوظفها معانا في الموضوع، بحيث ان احنا نربط الانفراستراكشر بتاع المدينة كلها، الخدمات بتاعة المدينة كلها مع بعض. بالنسبة كفكرة، هي بتبدأ ان هي تتطبق دلوقتي في دبي، بحيث ان دبي فيها عندها رؤية ان هي على 2030 او 2050 هتبقى السمارت سيتي، او السمارت سيتي في العالم، السمارت سيتي رقم واحد في العالم. فهي بتبدأ ان هي تتطبق فعليا هناك، ومهيش مجرد فكرة، هو اتعمل عنها ابحاث كتيرة طبعا. هي اي حاجة طبعا بتتعمل في البداية بتبقى مجرد ابحاث وفكر في البداية، بعدين بعد كده بتبدأ ان هي تتطبق. وكتكلفة، طبعا انا عندي التكلفة بتاعتي لما اجي اعمل مثلا سمارت سيتي، فانا ممكن ادفع فلوس كتكلفة زيادة في البداية كسنسورز طبعا هتستخدم معايا، وحاجات كتير هتستخدم معايا في المدينة، بس انا لما اجي ابص على العائد بتاعي بعد ما اخلص المدينة بتاعتي، لان انا وفرت في استهلاك الطاقة، قللت الزحمة، قللت الجريمة، قللت حاجات كتير، وفرت حاجات كتير جدا في المدينة بتاعتي، وقللت تكاليف زيادة هتبقى موجودة قدامي. انا زي مثلا ما قلنا المرة اللي فاتت، ده استثمار، انا بستثمر فلوسي في مكان وعارف ان المكان ده هيطلع لي فايدة اكبر من المكان ده، من الاستثمار اللي انا اديتهوله، يعني عارف ان الفايدة او العائد بتاعي اللي هيطلع هيبقى اعلى بكتير. فهو ده الفكرة بتاعت السمارت سيتي. انا مش عارف، انا حاولت ان انا اوصل لحضرتك الاسئلة اللي حضرتك قلتها، فيا ريت اكون قدرت ان انا اوصل. بصراحة وصلتيها واكتر كمان يعني، جزاك الله خير. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، شكرا جدا لحضرتك. ازاي اقدر ان انا احول البيوت الحاليه للسمارت؟ ده من خلال السنسور زي ما شرحنا في المحاضره الثانيه. ببدا ان انا احط سنسور حركه، ببدا ان انا احط سنسور للاضاءه، ببدا ان انا احط الفيديو كاميرا بتاعه عشان خاطر المراقبه، ببدا ان انا استخدم الانفلوب بتاع المبنى، اقدر ان انا اطور في المبنى واخلي الواجهه بتاعه المبنى بتاعي يبقى واجهه مثلا متحركه، او واجهه فيها سنسور بحيث ان هي تتحكم في الاضاءه الخارجيه وهي داخله المكان، او درجه الحراره الخارجيه مع درجه الحراره الداخليه. ففي سنسورز كتير زي ما قلنا المره اللي فاتت، اقدر ان انا استخدمها في المبنى بتاعي او في البيت بتاعي بحيث ان انا اخليه سمارت، واقدر ان انا اربطه ازاي ببعضه بطرق كتير. شكرا جدا لحضرتك. إن شاء الله، إن شاء الله. أنا سعيدة. شركات معينة في مصر بتنتج سنسورز، أعتقد إن في شركات، أعتقد إن في شركات كتيرة، يعني لأن المجال ده مستخدم أكتر، يعني المجال ده في عندنا مثلا جامعات زي كمبيوتر ساينس، ومثلا عندي كلية مثلا زي كلية هندسة طبية مثلا جامعة القاهرة أو جامعة عين شمس. السنسورز دي مش مجرد بس شركات، هي ممكن أي حد عادي يعملها، يعني ممكن حد يعملها بإيده، أو ممكن برضو شركات تعملها، يعني هي كأبحاث ممكن طلبة تعملها، وكشركات في أكيد شركات أبناء بتعمل الكلام ده. في شركات، اعتقد في شركات متخصصه في السمارت، هومز في مصر بتقدر ان هي تعمل الكلام ده، بس قليله شويه، يعني هي مش كتير، او مش متوسعه، او مش بشكل متوسع، او مش كتير، او مش كبيره كمان، يعني هي برضو جزء قليل من الشركات.
أكيد. تفضل حضرتك. هو موضوع ايوه، ما هو هي الأردوينو بيستخدم كلغة برمجة، هو لغة برمجة بسيطة، وكاستخدام كبرنامج هو واجهة برنامج بسيطة، ويبدأ أي حد يعني أي حد يقدر إن هو يستخدمها وبسهولة. و هي فعلا ممتعة جدا وسهلة جدا وبسيطة. والدرونز برضو هي برضو حاجات يعني حلوة قوي. يا رب يخليك إن شاء الله. بس هو في حاجة، هو الطيارة اللي هي درونز بيبقى لها ترخيص علشان خاطر ما ينفعش أي حد بجد. حلو جدا. الحمد لله. تمام. ده حاجة حلوة جدا يعني، هما كفكرة ان هما فاتحين استخدامها والتعرف عليها دي، ده شيء كويس جدا. ان شاء الله. ما هو كتوجه هيبدأوا بقى ان هما ياخدوا التوجه ده ويبقى مفتوح في اماكن كتير ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس عمر، انا سعيده جدا انا كنت موجوده معاكم النهارده، مع حضرتك النهارده. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس عمر. في عندي في اوروبا في الام اي تي، الماساتشوستس، الماساتشوستس يونيفرسيتي، دي فيها تخصص بتاع روبوتك فابريكيشن، فيها تخصصات تكنولوجيا في العمارة. في عندي كمان في اي تي اتش في زيورخ، ديت برضو جامعة فيها برضو تطبيقات زي كده. في معاهد، في برضو في مدارس تانية موجودة برضو في جامعات تانية، بس دولت اللي انا متذكرهم منهم دلوقتي، او دولت اشهر اتنين تقريبا اللي هما الام اي تي والاي تي اتش. بس كده تقريبا يعني، هما دول اللي انا متذكرهم. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس. شكرا.